أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال وما هو؟ قال كذا وكذا. قال فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء. قال فما لي لا أرى عليك حذاء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. قال أبو داود هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري. حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكن أكرهه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني. قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. حدثنا محمد بن محمد الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة. قالت بل امرأة. قال لو كنت امرأة لغيرت أطفالك يعني بالحلال. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حركي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشنات والمستوشمات. قال محمد والوافلات. وقال عثمان والمتنمصات. ثم اتفقا والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. زاد عثمان كانت تقرأ القرآن. ثم اتفقا فأتته فقال بلغني عنك أنك لعنت الواشلات والمستوشمات. قال محمد والوافلات. وقال عثمان والمتنمصات. ثم اتفقا والمتفلجات. قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت. وقال عثمان فقالت ما رأيت. فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وتسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى أخبرنا ثابت بن عمارة حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال لقيت امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار. فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود الإعصار غبار. حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قالا حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل عشاء الآخرة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال
قدمت على أهلي ليلا وقد شققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه رتق، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه، أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل. قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا، القوم مقيمون. حدثنا زهير بن حرب الأسدي حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود جداه زيد وزياد. حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال فجيء بي إلي وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذراعيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب منكبيه، وقال شعبة يبلغ شحمة أذنين. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنين. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنين. حدثنا ابن نفيل حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه.
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يعني يسجلون أشعارهم، كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناقيته بين عينيه. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي وأخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجذبته ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. حدثنا النفيلي، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم هانئ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائد. حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قالا: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عثمان بن عثمان، قال: أحمد كان رجلا صالحا، قال: أخبرنا عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي: لا أجزها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: اشلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صدقة الدقيقي حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونفس الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا أصح. حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا مسدد حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي ريسة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي ريسة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبي من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان حدثنا عمرو بن محمد حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورد والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا. قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله.
حدثنا أبو توبة حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج.